ودلوقتي جه ميعاد اخبار النادي الاهلي، واتمنى كمان يبقى لو في جديد مع مراسلتنا العزيزه طبعا نوران طمان، هي هتطلعنا على الجديد موجوده في فرع النادي الاهلي بالجزيره. ونوران طبعا هنسمعك، ولكن لو عندك كمان اي جديد في موضوع فرع التجمع ان شاء الله، يعني لو في اي تفاصيل. طبعا احنا عرضناها الاسبوع اللي فات، لكن ناس كتيره بعته بتسال كمان على لو في اي جديد عن موضوع التجمع ان شاء الله، فرع التجمع بالنادي الاهلي، اطلعينا عليها. اتفضلي يا نوران. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا يا نهاوند زي ما قلتي من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة، نطلعكم على أبرز وأهم أخبار النادي ويمكن الأجواء كمان طول الوقت بنحب نقولها لكم في الساعات الأولى زي ما عودناكم، يعني بنتجول في النادي ونقول لكم اخبار النادي في الساعات الاولى. الابواب النادي كانت مستعده لاستقبال اعضاء النادي وكمان العاملين زي طبعا ما متعودين كل يوم، ولكن النهارده يمكن الحد يوم مش اجازه، فالكثافه او الحضور لسه ما كانش يعني لسه مش بشكل كبير في الساعات الاولى من صباح اليوم. نروح بقى ليمكن اخبار الفريق الاول لكره القدم. يعني احنا طبعا يعني عرفنا انه النهارده التدريبات ان شاء الله الساعة 5 هيكون استعدادا لمباراة إنبي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل. طبعا يعني خلينا نقول لكم إنه الفريق مركز، الجهاز الفني يعني بيعمل على قدم وساق لتركيز اللاعبين على بطولة الدوري، وإن هم ياخدوا كل مباراة على حدة بعد طبعا ضمان التأهل إن شاء الله لنهائي دوري أبطال أفريقيا ومواجهة الوداد المغربي يوم 4 يونيو هنا في القاهرة. كمان خلينا اقول لكم انه طبعا محمد الشناوي نجم النادي الاهلي بيواصل التدريبات، طبعا هو هيغيب عن مباراه انبي للايقاف، واللي المفترض يشارك النجم طبعا علي لطفي البديل. كمان خلينا اقول لكم او نفكركم انه مستر كولر فرض حظر اعلامي على اللاعبين بشكل كامل، سواء كان قبل مباراه انبي او كمان يمكن بعد التاهل لنهائي افريقيا، وتحديدا قبل مباراه انبي وقبل خوض مباريات الدوري مره اخرى. كمان خلينا نقول لكم انه طبعا ده النهائي ال16 للنادي الاهلي في تاريخه لدوري ابطال افريقيا والرابع على التوالي. اما بقى على صعيد الالعاب الاخرى، فيمكن طبعا بنبارك لرجال السله تاهلهم لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد فوزهم على فريق الطاقه الرواندي، وهيقابلوا ان شاء الله استاد مالي يوم الاربعاء المقبل في نصف نهائي البطوله. كمان خلينا نروح طبعا تنس الطاوله، ونجومنا الثلاثه عمر عصر ودينا مشرف وهنا جوده بيواصلوا مشاركتهم في بطوله العالم للتنس، ده بعد طبعا يعني يمكن عمر عصر تاهل للدور الثاني فردي رجال امس، طبعا بنبارك له وطبعا كل التوفيق لنجومنا. وخلينا كمان نقول لكم انه يمكن طبعا فرع التجمع نهاوند يعني مجلس اداره النادي الاهلي بيعمل على قدم وساق للظهور طول الوقت طبعا بشكل مشرف. احنا بنشوف طول الوقت نهاوند النادي الاهلي يعني نجاحات على مستوى الاداره وكمان على مستوى كل الالعاب، ويمكن صالات النادي الاهلي هذا الموسم حققت انجازات كبيره جدا، وطبعا بفضل اللاعبين وبفضل الجهاز الإداري وأيضا بفضل مجلس الإدارة. أيضا فرع التجمع إن شاء الله نعد كل يعني مشاهدين قناة النادي الأهلي وكل أعضاء فرع التجمع بمظهر يليق بالنادي الأهلي إن شاء الله يوم الافتتاح. يمكن طبعا الاستعدادات بتتم كل يوم، كل يوم في استعدادات جديدة في هذا الفرع، وبيتم طبعا كابتن محمود الخطيب بيشرف عليها بشكل شخصي بنفسه. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي بالجزيرة، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. رائع جدا تغطية كالعادة متميزة جدا زميلتنا العزيزة والشاطرة نورهان طمان، وبإذن الله نتابع لو في أي جديد مع حضراتكم طبعا فرع التجمع بإذن الله بالنادي الأهلي، ونكون موجودين كمان يوم الافتتاح ونيجي هنا وننقل الكواليس كاملة. يعني بس أنا متوقع إن واحد هيكون من أقوى الفروع للنادي الأهلي يا كريم، يعني ما فيش حاجة خليني أقول لحضراتكم مش هتبقى متوفرة للأعضاء، فود كورتس، ملاعب، بنية أساسية، بنية تحتية، كل حاجة، أماكن مخصصة لكبار السن وللأطفال وللرياضة ومارسة الرياضة والجيم هناك، كل حاجة هتبقى أكثر من رائعة تليق بحضراتكم، فهنتابع أكيد خطوة بخطوة. اللقطات الجوية بصفة خاصة اللي اتاخدت في النادي يعني بليغة قوي، وأكيد وصلت لكتير جدا من حضراتكم صورة كافية عن الوضع إن شاء الله هيكون عامل إزاي في فرع التجمع الخامس، إضافة جديدة وصرح جديد بيضاف لسلسلة صروح النادي الأهلي في كل مكان.